It's also, this is very important, reduce the risk of infection. But the dermatological service. يقيم فرع الطب الباطني كلية الطب جامعة البصرة اليوم ندوة علمية حول الأمراض الجلدية لمرضى الكوفيد 19. قدم خلال هذه الندوة 6 بحوث لتدريسين في كلية الطب جامعة البصرة وبعض الأطباء من دائرة صحة البصرة وكذلك دائرة صحة ذيقار شاركونا في ندوتنا العلمية اليوم، وإن شاء الله تم أخذت عن عدة توصيات سوف ترفع لكلية الطب جامعة البصرة ولدائرة صحة البصرة بهذا الخصوص. شكرا جزيلا لكل من شارك ودعم هذه الندوة العلمية اليوم، وعلى رأسهم السيد رئيس جامعة البصرة الأستاذ دكتور سعد شاهين حمادي وعميد كلية الطب جامعة البصرة الدكتور خليل إسماعيل الحمدي. Which is comparable to those of live interactive communication. In regard of the feasibility of this approach and accuracy of the teledermatology, especially in when it is what a live interactive communication. بسم الله الرحمن الرحيم. أقامت كلية الطب فرع الطب جامعة البصرة هذا اليوم الندوة العلمية للأمراض الجلدية وبالتعاون مع اللجنة الاستشارية لدائرة الصحة وكلية الطب الزهراء. طبعا المواضيع اللي تم تناولها بالندوة هي مواضيع في غاية الأهمية تتعلق بالأمراض الجلدية الشائعة خصوصا أيام فترة الجائحة، وكيفية طرق تشخيص هذه الحالات وكيفية معالجتها والتداخلات اللي ممكن أو الأعراض الجانبية ممكن يتعرض لها المريض المصاب بالأمراض الجلدية خلال فترة الجائحة. طبعا كان الحضور جيد جدا، أيضا كان عندنا أساتذة ضيوف من طب ذيقار أيضا شاركوا بالمؤتمر، وأيضا أستاذة من طب الزهراء أيضا كانت حاضرة إضافة إلى أطباء الفرع وأطباء دائرة الصحة.